اهلا بكم في فيديو جديد ومقارنه جديده من مقارنات الخنفري. فيديو النهارده هنقارن فيه برفانين كويسين قوي ومتشابهين في شويه حاجات وبرده مختلفين في شويه حاجات. هقارن لك توم فورد توباكو فاني مع دولس اند جابانا ذا 1 اي دي بي. طبعا الناس اللي متابعاني من فتره عارفه ان انا من احب البرفانات بالنسبه لي هو دولس اند جابانا ذا 1 تركيز الاي دي بي. فايه اللي يحصل لما احطه قدام توم فورد توباكو فاني ومين فيهم اللي يكسب ومين فيهم اللي رشحه لك؟ هقول لك الكلام ده في الدقايق الجايه. بس الاول يا ريت لو مش عامل سبسكرايب تديني واحده سبسكرايب واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو. وبرده لو في برفانين معينين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل يعني ومين اللي يكسب وانصحك بيه. ودلوقتي الخنفري بقى على الانستجرام، ممكن اسيب لك لينك في اول كومنت تحت تعمل لي فولو لو عايز، ونرجع تاني للمقارنه. طيب دلوقتي بقى ايه اللي يحصل لما نحط توم فورد توباكو فاني قدام دولس اند جابانا ذا 1 تركيز الاي دي بي؟ هو البرفانين دول في تشابه ما بينهم في شويه حاجات، ان البرفانين فيهم توباكو، فيهم نوت التوباكو، وفيهم تاتشات من الفانيلا. طبعا الفانيلا في التوم فورد اعلى، بس في شويه فانيلا للي يلاحظها في الدولس اند جابانا ذا 1. فابتدي لك المقارنه دي الاول، ريحتهم عامله ازاي بالظبط؟ يعني انت بتاخد ايه من البرفانين دول لما تشمهم كده، وايه اللي يحصل لما احطهم قدام بعض؟ الدولس اند جابانا ذا 1 ريحته من الروائح الساحره، الروائح الجميله جدا. البرفان ده فعلا ريحته خرافيه، ريحته فيها توابل شرقيه دافيه، فيها شويه اخشاب، فيها شويه توباكو. البرفان ممزوج يعني مزيج سحري كده، ان هو ايه بتشمه بياخدك في حته ثانيه خالص، بيديلك الحضن الحنين. انا دايما بشبهه ان ده الحضن الحنين في ليله شتاء بارده، الدنيا بتشتي وفي عاصفه رعديه بره وانت قاعد متستقنيص كده ومتدفي مع نفسك. الدولس اند جابانا ذا 1 هو اللي بيديلك الاحساس ده. التوم فورد توباكو فاني بقى في تشابه شويه بسبب التوباكو اللي فيه وشويه الفانيلا، بس هو الميكس بتاعه مينلي الاسم بتاعه توباكو فاني. فده الحاجات اللي ظاهره قوي فيه، ان انت بتاخد الميكس من توباكو فانيلا، الاثنين مخلوطين ببعض بدرجه كويسه قوي، والجوده بتاعه توم فورد جوده لا يعلى عليها. فانت بتحس ان البرفان يعني ايه بيصرخ بالفخامه والجوده. لو حطيت البرفانين دول قدام بعض اقدر اقول لك ان الاثنين ماس ابيلينج، الاثنين الناس بتحبهم، الاثنين من البرفانات اللي بتجيب لك يعني ايه ردود فعل كويسه قوي من الناس. وانت لما بترش البرفانين دول بتبقى واخد ثقه في نفسك، يعني لما بتشم البرفانين دول بالجوده بتاعتهم سواء ده او ده، جوده دولس اند جابانا ذا 1 اي دي بي كمان عاليه جدا خلي بالك. فالشركتين شركات محترمه جدا في الناحيه، من ناحيه الجوده ما بيخنصروش اطلاقا من الحته دي، وعندهم يعني ستاندردز معينه عمرهم ما بينزلوا عنها. بس لو هحط الاثنين قدام بعض من نقطه الريحه وازاي ريحتهم عامله ازاي، انا شخصيا بفضل دولس اند جابانا ذا 1 تركيز الاي دي بي. ودايما بقولها، لو هحط فلوسي كلها في برفان واحد بقيت عمري، انا هحطها في دولس اند جابانا ذا 1 اي دي بي. مش معناها ان انا ما بحبش توم فورد توباكو فاني، بالعكس انا بحبه جدا وبحترمه جدا. بس لو حطيت ده قدام ده بالنسبه لي انا، يبقى ممكن اروح لدولس اند جابانا ذا 1 تركيز الاي دي بي. ولكن بالنسبه لك انت ده ممكن يكون الوضع مختلف. انت لازم تنزل تجرب البرفانين وتقيمهم انت على اساس ذوقك الشخصي، لان الاذواق مختلفه، ممكن اللي يعجبني ما يعجبكش وممكن اللي يعجبك ما يعجبنيش. فالموضوع كله اذواق شخصيه، ولكن بالنسبه لناس كتير جدا بيفضلوا ريحه الاي دي بي من ذا 1 من دولس اند جابانا عن التوباكو فاني. ولكن توباكو فاني ريحته رائعه ومش هيخيب امالك اطلاقا. طيب ننقل بقى على حاجه ثانيه في المقارنه دي، وهي الفيرساتيليتي او مواقف استخدامهم، تستخدمهم امتى وفين وازاي، ومين فيهم اللي بيديلك فليكسيبيليتي اكتر. هو مواقف استخدامه هما الاثنين اقدر اقول لك ان هما برفانات شتويه او موجهه اكتر للجو البارد، يعني ما ينفعش تستخدم البرفانين دول لو الدنيا حر بسبب التقل بتاعهم. يعني الفانيلا بتبقى تقيله والتوباكو بيبقى تقيل، والبرفانين تحس ان هما يعني ايه تقال في نفسهم. فمن نصيحتي ليك بلاش تحاول تعتمد عليهم في الجو الحر او في الصيف لو الشمس طالعه والدنيا فيها فرهضه، بلاش، ابعد عن البرفانين دول هما الاثنين. فالبرفانين يمكن بيوظفوا نفس الوظيفه ان هما برفانات شتويه، وبرفانات برضو للمدخنين. لو انت واحد مدخن ومدخن شره وبتحب ريحة التوباكو، او بتقعد حوالين مدخنين كتير وهم برضو بيتقبلوا ريحة التوباكو، يبقى البرفانين دول سواء ده او ده من البرفانات الكويسة جدا ليك، اللي هتدي لك يعني ايه بتعمل كمالة للاتموسفير اللي انت قاعد فيه او للاجواء اللي انت قاعد فيها، لان البرفانين فيهم ريحة التوباكو ومخلوطة خلطة كويسة قوي، بحيث ان هي ايه بتعمل امبليفاي للجو اللي انت قاعد فيه بتاع التدخين والكلام ده.
فالبرفانين ينفع تستخدمه في الشتاء، ينفع تستخدمه كفورمال او كاجوال، ممكن تستخدمه لو انت مدخن في اي قاعده فيها تدخين، ممكن تستخدمه كديتنج فريجرانس او ان انت راح تقابل واحده. البرفانات بيدولك فليكسيبيليتي كويسه قوي، ولكن بس في فصل الشتاء او في الاجواء البارده. لو استخدمتهم في الصيف صدقني هتحس ان انت يعني منزعج وعامل ازعاج للي حواليك. طيب ننقل بقى على النقطه الثانيه، وهي نقطه عامل اطراءات السيدات. هل الستات بيحبوا البرفانين دول، ومين فيهم بيحبوه اكتر؟ البرفانين دول بيعملوا شغل كويس قوي مع السيدات، ولكن هنا عشان ابقى حقاني لو هحط الاثنين دول قدام بعض، انا ممكن اقول ان دولسي اند جابانا ذا 1 اي دي بي يكسب توم فورد توباكو فاني بفرق ملحوظ. الفرق الملحوظ ده مش كبير قوي، ولكن بفرق ملحوظ. توباكو فاني من الروائح الجميله جدا اللي كل الناس بتحبها، وخصوصا الجنس اللطيف بيحبوا الريحه دي. بس ده يعتمد هل هي بتحب ريحه التوباكو ولا لا. هما كده كده بيحبوا ريحه الفانيلا، بس هل هي بتحب ريحه التوباكو ولا لا، ده بقى بيعتمد على الشخص اللي قدامك. فريحه التوباكو في التوم فورد ظاهره قوي، بس ريحه التوباكو في الدولسي اند جابانا ذا 1 اي دي بي مش بنفس الظهور بتاع توم فورد. هي موجوده وواضحه، بس مش بنفس الانتنسيتي بتاع توم فورد. فانت على حسب اللي قدامك، ولكن من ناحيه الاطراءات الاثنين هيجيبوا لك اطراءات، الاثنين هيعملوا شغل كويس قوي لو اعتمدت عليهم في مثلا برفانات ليله الخميس ولا حاجه، او لو العلاقات الحميميه، او لو انت رايح تقابل واحده خارج مع واحده. فالبرفانين دول هيبقوا برفانات كويسه قوي للمواقف اللي زي دي. لو هدي لواحد فيهم افضلية، انا هديها لدولسي اند جابانا ذا 1 تركيز الاي دي بي. هو فعلا فرق واضح ان هو من ناحية اطراءات السيدات هو ليه الافضلية. نيجي بقى نقطة تانية مهمة وانا بقارن البرفانات، وهي نقطة الاداء. وهنا تنقلب الموازين تماما لصالح توم فورد توباكو فاني. توم فورد توباكو فاني بيدي لك اداء محترم جدا، اداءه قوي يعني، باللونجيفيتي بتاعته كويسة او الثبات بتاعه كويس، الفوحان كويس، على عكس دولسي اند جابانا ذا 1 تركيز الاي دي بي. تركيز الاي دي بي من دولسي اند جابانا ذا 1 هو عالج المشكله الازليه بتاع التركيز الاي دي تي، ان هو بقى اداؤه افضل نسبيا. ولكن افضل نسبيا دي مش معناه ان هو اداؤه قوي، لا، هو اداؤه كويس يعني متواضع. الاداء بتاعه الثبات بتاعه كويس، يعني الثبات بتاعه ممكن يعدي 8 ساعات، بس بيلزق في الهدوم قوي، يعني الفواحان بيبقى ضعيف قوي، محتاج ان انت تشمشم فعلا يعني بتدور عليه، بس هو موجود ما بيختفيش. بس اداؤه لسه ما اقدرش اقول ان هو اداء قوي. لو قارنته بقى بالتوم فورد توباكو فاني، هتلاقي ان التوم فورد توباكو فاني الريحه بتاعته قويه، نفاذه كويس، فوحانه كويس، البرفان ليه وضعه يعني وليه هيبته ووقاره، وبيدي لك اداء مناسب جدا يعني بباكج الاداء بشكل عام سواء من الثبات والفوحان. فلو قارنت الاثنين قدام بعض، انا بكل صراحه لازم اديه الحق يعني الحق التوم فورد، واقول ان هو التوباكو فاني افضل بمراحل من دولسي اند جابانا ذا 1 تركيز الاي دي بي. ولكن ما تفهمنيش غلط، تركيز الاي دي بي من دولسي اند جابانا ذا 1 كويس جدا، واداؤه يعني هيبقى مرضي لمعظم الناس، ولكنه مش اداء جبار، بس هيبقى مرضي. نيجي لاخر حاجه في المقارنه دي، وهي السعر، وانصحك تجيب مين فيهم. في السعر في فرق ما بين الاثنين، وفرق كبير تقريبا فرق الضعف ولا يمكن اكتر من الضعف. ال100 ملي من دولسي اند جابانا ذا 1 تركيز الاي دي بي انت بتدفع فيه تقريبا حوالي $70 او $75 على حسب برضه انت عايش فين وبتجيبه منين والكلام ده. التوم فورد توباكو فاني انت بتدفع في ال100 ملي فوق ال250، واحيانا بيلمس في $300، فانت بتدفع مبلغ محترم، مبلغ وقدره، فانت بتدفع اضعاف الدولسي اند جابانا ذا 1 اي دي بي. انصحك تجيب مين فيهم؟ بصراحه رايي الشخصي، وانا بصراحه هنا يعني ممكن ما بقاش حقاني قوي، انا هنصحك ان انت تجيب دولسي اند جابانا ذا 1 اي دي بي. هو كقيمه مقابل سعر افضل، يعني كريحه هو بالنسبه لنا على الاقل افضل. الاداء ما هوش الاقوى، ولكن الاداء مش رايح في داهيه قوي ان انت تتغاضى عن البرفان ده، يعني البرفان ده ريحته جميله جدا لدرجه ان انت بتغفر له نقطه الاداء. ولكن طبعا كل واحد ليه ذوقه، وانت ممكن تنزل تجرب البرفانين وتقيمهم، وعلى حسب برضو ميزانيتك انت تشوف مين فيهم الافضل بالنسبه لك. انت لو عندك القدره تجيب توم فورد طبعا توكل على الله وهات، انت حر، بس البرفانين كويسين، وانصحك بشده ان انت تجربهم وتحطهم في اعتبارك. ولكن لو هختار لك واحد، او لو انا قدامي الاختيار ما بين الاثنين دول، انا هختار دولسي اند جابانا ذا 1 اي بدون اي تردد. ده كان رايي في البرفانين دول، يا ريت تكتب لي تحت في الكومنتات ايه رايك فيهم، وهل متفق معايا في الكلام ده ولا لا، ونتناقش في الموضوع ده.